فلوس استلموهم بغداد، سد المشاريع انا يعني اتوقع انه ما تسد، يعني اكثر الفلوس جت اكثر. فهل الفلوس بس ما تروح وين المشاريع؟ بس هاي المشاريع اكو بعد شيء جديد؟ مشاريع يعني الموجودة خدمية بس، يعني هاي مشاريع لازم الاستثمارية والاستراتيجية ومستشفيات كل شيء يكمل، بهاي الفلوس كل شيء يكمل. طلب تحقيق، رقابة، نزاهة، نزاهة موجودة يعني بالمحافظة، موجود نشطة بالمحافظة، فلازم يعني تعرف هاي الأموال وسبعة تروح من عتجي تحقيقات. هاي اللجنة فوق المحافظة فوق النواب اللي هي من مجلس النواب أو من بغداد حتى تحقق مع الكل. احنا نقول ما تكفي، المحافظه تقول هاي الفلوس بس تجد، بس منو اللي يحل هاي المساله؟ لجنه تحقيقيه تجي من رئاسة الوزراء تفض كل المشكله، حتى الشعب كله اطمئن والفاسد مبين، حتى لا تطلع اقوال ويطلع النائب الفلاني هاي الفلوس كثيره، يطلع الله يقول لا ما الفلوس ما تكفي. ما عرفنا الحق من الباطل يعني، فلجنه تحقيقيه توضح كل الامور، احسن ما يضرب بها ملابسات. 6 تريليون ايش قد؟ يعني 6000 مليار مو صحيح؟ يعني 6000 مليار يعني مبلغ مو مبلغ كبير، شو توازي؟ 6000 مليار طرق ارصفه، هذا المستشفى ما يروح يعمرون، والله هم يعرفونها وين راحت، هم النواب يمدلونها، هاي الشغله هي بيناتهم، هم معلمين مرتبين، هو منها الفادنا، هذا صار لنا من 2003 انتخبناهم وصعدناهم، ورا ما تنتخبوا وصعدوا يرد التليفون. ابسط شيء عندنا هذا الباحث، الباحث الاجتماعي، هذا مقدمين على الرعايه صار لنا يمكن 6 اشهر. طلع لنا باحث واحد من النواب ما اريد نسميه، طلع لنا باحث على كل فايل اخذ 5000، كل فايل اخذ 5000 دينار، صفط الفايلات وراحت وست تليفون.